صادر آه ربنا يبارك. اقول لك ايه؟ اقول لك يعني قول لي رايك. لا وانت بتصور دلوقتي رايي. اقول لك رايي في ايه؟ او انا براءه ولا ضدها؟ او انا ضدها اول حاجه يعني، وانا مش معاه اللي هم اللي هو ياخد براءه، بس انا مش مع ايام، عشان مش مع الاخوان برده. هو ليه ساعتها يعني ما خدش اعدام في ايام الاخوان؟ ليه ساعتها فضلوا ياجلوا؟ كان ممكن ساعتها يتحكم عليه، بس مش دلوقتي يعني. اللي هيطلعوا يقولوا فضلوا يقولوا السيسي هو اللي خد اداله براءه ومش عارف ايه. اكيد يعني اكيد، بس هو مش هيفضل كل دوت ويجي دلوقتي عشان ديت الجلسه الاخيره، فلازم نتحكم عليه. ولو كان اتحق بردك في ايام مرسي دلوقتي كان هياخد براءه برده. اخر جلسه كانت في ايام مرسي كان هياخد براءه برده. هم عايزين يوصلوا بالمعلومه دي ان الثوره انتهت، والثوره هنفضل مكملين فيها غصب عن اي حد، ومش هنستنى نسمع ان الناس تقول لنا لا وخلاص. احنا مكملين لان احنا ما ابتديناش برضو بكلام من حد، احنا ابتدينا لما شفنا كل اللي بيحصل ده، سواء من فساد ومن قهر ومن ظلم وكل والفقر والتعليم والجهل وكل الحاجات دي، ابتدت ان يكون في ثوره، وكل ده ما اتحلش، فبالتالي لسه الثوره مكمله. عليك مش عاد مش عاد مش عاد. الشهداء ما ينفعش انها تضيع. ازاي كل الحكومه وكل الداخليه تاخد براءه ومبارك المخلوع يرجع تاني يبقى رئيس اصبر؟ دي مجرد شراره، لان حقوق الشباب والناس اللي ماتت مش هتضيع ابدا، لان الناس اللي ماتت كانت نازله عشان تنادي بحريه وعيش وعداله اجتماعيه، وده لازم يكون مستمر. وان ما تحققش وحقهم ما جاش، احنا ما نستاهلش ان احنا نعمل ثوره ولا نقول عليها ثوره. الثوره اللي كل الاعلام بينادي عليها لازم تفضل ثوره، مش هتكون ثوره غير بقتل والقصاص لكل الناس اللي قتلت شهداء وتسببت فساد في البلد دي. انت عايز نرد؟ والله عظيم ربنا يرحم شهدائنا. هو ده هو ده الرد يعني. هو الحكم كنا متوقعينه ومستنيين ان هو هيطلع. الحكم ده ادى لظهور الحركه الثوريه تاني من جديد في الشارع، وجدود ظهور المظاهرات والحشد ليها، تجاوب الشارع معانا والطلبه جوه الجامعات مرتفعه جدا ضد الظلم اللي حاصل، وضد الحكم اللي صدر اللي ما بيعبرش عن دماء الشهداء، وان دماء الشهداء راحوا هبق. احنا مش هنسكت ومكملين وموجودين كل يوم في الجامعه وموجودين كل يوم في الشارع لغايه ما نسكت النظام العسكري الفاشي اللي بيحمي جلاله مبارك ونظامه. يعني يا كابتن صادق مبارك مبارك.